بريقه مره تانية، وده مش هيحصل ابدا الا لما يحقق الاهلي فوز ويطمن جماهيره ان شاء الله في مباراه السبت. واحساسي ان احنا نقدر نكسب يانج افريكانز، مجرد احساس يعني، نقدر نكسب يانج افريكانز حتى لو بنلعب في دار السلام في تنزانيا. اروح معاكم لدوري الابطال، ليله ساخنه جدا. خلينا استعرض معاكم اهم نتائج مباريات امبارح قبل ما نشوف مواجهات النهارده. امبارح الارض ما كانتش بتلعب مع فرقها، يعني الشوط الاولاني او اللي تابع النص الاولاني من كل مباراه، سلتك خسر على لاتسيو كسب سلتك على ارضه بنتيجه 2-0، تشختار كسب بنتيجه 1-0 انتورب، فاينرد اتاخر قدام اتلتيكو مدريد وقدر ينهي المباراه لصالحه في هولندا بنتيجه 3-1، باريس سان جيرمان لغايه الدقيقه 96 بس جاله هديه عظيمه يعني من حكم المباراه، كان متاخر قدام نيوكاسل يونايتد بنتيجه 1-0. مباراه كبيره. ايدي هاو عمل جيم امبارح على لويس انريكي عالمي بفريق مظبوط، انا هتقول عليهم نجوم، هقول لك مع كامل احترامي هم كلهم اسماء مغمور، لكن عنده تنظيم على اعلى مستوى وواجه فريق الحقيقه مميز جدا على ملعبه بالذات باريس سان جيرمان في حته ثانيه، ورغم كده استطاع انه يظل صامد بمكسب 1-0 لغايه الدقيقه 96 لغايه لما جت ركله جزاء سجلها كيليان امبابي هديه من حكم المباراه. طبعا انتهت المباراه بنتيجه 1-1 وصعبت قوي المباراه دي او نتيجه المباراه دي من حسابات المجموعه اللي فاز فيها بروسيا دورتموند بره ملعبه في السان سيرو على الميلان بنتيجه 3-1 وعقد اكتر من صعوبه البطاقه الثانيه بالنسبه للميلان ونيوكاسل وبالنسبه لباريس سان جيرمان. السيتي كان متاخر في الاتحاد قدام مين؟ قدام لايبزيج بنتيجه 2-0، لكن ريمونتادا الحقيقه مع نزول دوكو وجوليان الفاريز تمكن السيتي من حسم المباراه نتيجه 3-2. بورتو كان متقدم على برشلونه في الكامب نو او في الاولمبيكو بقى عشان الكامب نو لسه بيتعمل، بس في برشلونه يعني في ملعب برشلونه على ملعبه وسط جمهوره بنتيجه 1-0، لكن تشابي قدر يقلب نتيجه مباراه بنتيجه 2-1. اقوى مواجهه امبارح كانت من وجهه نظرك يا بلال؟ يعني هي المباراه اللي كانت موجوده حتى في الاستوديو الرئيسي، مباراه باريس سان جيرمان ونيوكاسل، المجموعه دي ضرب نار. يعني هي المجموعه دي ضرب نار ومجموعه قويه جدا فيها اربع فرق بتتنافس على الصعود، اي فرقتين هيصعدوا منهم مش هتبقى مفاجاه يعني. ولكن انا بالنسبه لي ان بروسيا دورتموند تحسم الصعود قبل الجوله الاخيره في وجود الثلاث انديه دي، انا شايف ان هي نجاح كبير، مش عايز اقول ممكن مفاجاه بس نجاح كبير قوي لبروسيا دورتموند ان هو يقدر ينتزع مقعد او بطاقه الصعود قبل كمان الجوله الاخيره. احنا شايفين باقي المجموعات عندنا النهارده، مجموعه مانشستر يونايتد وجلاتا سراي، معظم المجموعات الوضع فيها اتاجل للجوله الاخيره، ولكن نجاح كبير لبروسيا دورتموند. مين هيصعد من المجموعه دي تحديدا؟